بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على نبيه الذي اصطفى، وعلى آله أولي الوفا، وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اللقاء. وبعد، فهذا هو اللقاء الأول مع كتاب قرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين للعلامة الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب رحمه الله تعالى، ومن علماء المالكية والمتوفى سنة 54 و900 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قد سبقت لنا قراءات ودروس متعددة لمتن الورقات بأكثر من صورة وعلى أكثر من مستوى للمبتدئين، بين شرح موجز في الجامع الأزهر الشريف منذ نحو 5 سنوات أو يزيد، ثم قرأناه مع توسع وزيادة تقسيمات ومسائل وتعريفات، وذلك في الرواق الأزهري بالإسكندرية في نحو 12 ساعة، ثم قرأناه مرة أخرى مع العناية بمقدمات تاريخية ومنهجية عن علم أصول الفقه في أسوان في نحو 20 ساعة أو يزيد، وكل ذلك مرفوع صوتيا أو مرفوع بالفيديو على قناتنا على اليوتيوب أو على قناتنا على جوجل درايف، وموجود رابطه على الصفحة الخاصة بمجالسنا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. وحتى نتم هذا الملف، ملف الورقات، وتتعدى الطرق عرضه بحيث يتقن الطالب المتابع لدروسنا لهذا المستوى من علم أصول الفقه، فنشرع في هذا الكتاب النافع بإذن الله تعالى، علما بأنه لنا أيضا دروس في علم أصول الفقه بطريقة معاصرة تناسب الطلبة غير الأزهريين من خلال كتاب الموجز في علم أصول، الجامع لمسائل علم أصول الفقه للدكتور المرحوم عبد الكريم النملة. وبإذن الله في هذه السلسلة تحت عنوان قراءات في علم أصول الفقه سنوالي رفع بعض الكتب التي نختاروها وننتقيها مما ينفع الطلبة، سواء من شروح وحواشي المتون المعتمدة والمعتبرة في المنهج الأزهري، أو بعض مصنفات المعاصرين بإذن الله تعالى نرفعها تباعا وعلى التوالي، بحيث يتكون لدى الطالب مجموعة جيدة من الشروح المسموعة واللقاءات المسموعة حول هذا العلم بإذن الله تعالى، لأنه هو مفتاح لضبط الذهن المسلم، مفتاح لمعرفة نظرية الاستدلال بهذا المستوى طبعا، وهو في مستوياته الأعلى ما هو إلا نظرية الاستدلال بكل تفاصيلها وتفريعاتها ومناهجها المعتبرة المأخوذة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم فهما واستدلالا من الكتاب والسنة، فعلم ذلك للصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة
الصحابة ربما علموها لتلاميذهم من التابعين، وانتقل هذا العلم جيلا بعد جيل حتى انتقل إلى صورة التدوين المكتوب على يد الإمام الشافعي، ثم تولى بعد ذلك تطور هذا العلم على ما ذكرناه في المقدمات التاريخية والمنهجية بتفصيل واسع، نرجو من الراغب في الوقوف عليها أن يراجع تسجيلات قراءتنا لهذا الكتاب شرح المحلي على الورقات اللي هي دروس أسوان أو السلسلة بتاعت أسوان التي ألقيت في أسوان من نحو 3 أعوام. نقول بالله التوفيق. قال بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد. هذه بسملة الناسخ. قال الشيخ والإمام العالم العلامة البحر الفهامة مفتي المسلمين ببلد الله الأمين أبو عبد الله محمد بن سيدنا مولانا الشيخ العلامة محمد الحطاب، نفعه الله به آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن كتاب الورقات في علم أصول الفقه للشيخ الإمام العلامة صاحب التصانيف المفيدة أبو المعالي هكذا وقع على الاستئناف، أو أبي المعالي على انها متابعة يعني للشيخ عبد الملك امام الحرمين، كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته، وقد شرحه جماعة من العلماء رضي الله عنهم، فمنهم من بسط الكلام عليه يعني توسع في الكلام كالشرح الكبير لابن قاسم العبادي وكشرح الإمام الغملي وغيرهم من الشراح المتوسعين، سواء ممن كان سابقا على عصر الشارح الحطاب أو متأخرا عنه. عندنا مثلا حاشية النفحات على الورقات، حاشية طويلة وكبيرة وعظيمة النفح للشيخ الجاوي، ومنهم من اختصر ذلك كالإمام المحلي وغيره من الشراح. ومن أحسن شروحه شرح شيخ شيوخنا العلامة المفيد جلال الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد المحلي الشافعي المشهور بالإمام المحلي صاحب الشروح المعتبرة كشرحه على المنهاج للإمام النووي، وكشرحه هذا على الورقات، وكتفسيره للنصف الأخير من القرآن الكريم والذي أتمه الجلال السيوطي، فصار مشهورا بتفسير الجلالين يعني جلال الدين المحلي وأتمه جلال الدين السيوطي. فإنه أي شرح المحلي على الورقات فإنه كثير الفوائد والنكت، اشتغل به الطلبة وانتفعوا به، إلا أنه لفرط الإيجاز قرب أن يكون من جملة الألغاز، فلا يهتدى لفوائده إلا بتعب وعناية، وقد ضعفت الهمم في هذا الزمان وكثرت فيه الهموم والأحزان وقل فيه المساعد من الإخوان، فاستهرت الله تعالى في شرح الورقات بعبارة واضحة منبهة على نكت الشرح المذكور وفوائده، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات وللشرح المذكور، ويحصل بذلك الانتفاع للمبتدئ وغيره إن شاء الله تعالى. ولا أعدل عن عبارة الشرح المذكور إلا لتغييرها بأوضح منها أو لزيادة فائدة، وسميته قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين، فيصير إيه شرح على المتن وشرح على الشرح، بحيث يكون هذا الشرح شرحا للورقات وللشرح المذكور أيضا.
والله المسؤول في بلوغ المأمول، وهو حسبي ونعم الوكيل. ولنقدم التعريف للمصنف على سبيل الاختصار فنقول: هو الشيخ رئيس الشافعية وأحد أصحاب الوجوه وصاحب التصانيف المفيدة. رئيس الشافعية يعني في زمانه، ولهذا يطلق في فقه الشافعية عليه يطلق قال الإمام، إذا قالوا قال الإمام هكذا على الإطلاق في فروع الشافعية يعني في كتب الفقه الفروعية أطلقوا قال الإمام، فالمقصود به هو إمام الحرمين وأحد أصحاب الوجوه. هذا اصطلاح خاص بالشافعية لطبقة عالية من فقهاء الشافعية الذين بلغوا درجة الاجتهاد، وكان لهم اجتهاد منسوب إلى المذهب ومبني على قواعده، ولهم اختيارات داخل المذهب، ولهذا سموا بأصحاب الوجوه. وهذه وأصحاب الوجوه هؤلاء يبدأون من أول طبقة فيهم طبقة أصحاب الإمام الشافعي كالمزني والبويطي، دول من أصحاب الوجوه أيضا، ويكثرون جيلا بعد جيل حتى نصل إلى إمام الحرمين، ثم إلى الغزالي، ثم إلى تلامذته، ويبقى تلاميذ الغزالي هم آخر طبقة من أصحابنا أصحاب الوجوه الذين يطلق عليهم هذا الاصطلاح. وهذا لا يعني انقطاع الاجتهاد في المذهب، فالاجتهاد مستمر في المذهب، ولكن لا يطلق عليهم أنهم أصحاب إيه؟ أصحاب وجه يحكى داخل المذهب. ولكن بقى صار بعد كده اسمه المختار، إذا تخير أحد العلماء في الشافعية بناء على قواعد المذهب قولا داخل المذهب من تلامذة الإمام الشافعي لغاية تلامذة الغزالي، ده بنسميه وجه إيه في المذهب بشروطه، ان هو يكون داخل المذهب ومش وليس بخارج عنه، ويكون مبني على قواعد المذهب وليس النظر فيه استقلالا او خروجا عن المذهب، زي ما عمل كده الامام ابي ثور من اصحاب الشافعي القدماء الذين تلقوا عنه المذهب القديم في العراق، واختلفوا فيه هل هو معدود من اصحاب الوجوه ام معدود من أصحاب الاجتهاد المستقل، وذلك لأن في كثير من آرائه يبنيها على غير أصول مذهب الإمام الشافعي. طيب، ومن بعد بقى طبقة تلامذة الإمام الغزالي اللي هم يبقوا يعني في منتصف القرن السادس، هيبقى إذا اختاروا كثير منهم أيضا بلغوا درجة الاجتهاد والتخير في المذهب كابن الصلاح والرافعي والنووي وابن الرفعة وتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي وابن الملقن والسراج البلقيني وعشرات الحقيقة غيرهم من كبار أصحابنا الشافعية. فإذا كان لهم نظر واجتهاد بنسميه المختار، مختار الإمام النووي كذا، أو اختار الإمام النووي كذا، أو اختار الرافعي وكذا ونحو ذلك، ويبنفق ما بين حكايتهم للمذهب وترجيحهم داخل المذهب وبناء على قواعده، لأن دي لها قواعد ونقل تاريخي، وما بين اختيارهم للمسائل من حيث الدليل. إذن إمام الحرمين ده يعتبر من كبار أئمة الإسلام بصفة عامة، و مجهوده في كل علم حيثما وضع قلمه في علم صار نقطة ارتكاز أو محور يدور حوله هذا العلم. ففي علم أصول الفقه مثلا وضع بعض الكتب، منها الورقات للمبتدئين ومنها البرهان للمنتهين، ويصير الاثنين محاور يدور حولها علم اصول الفقه. فالورقات يصلح من هذه عبقرية في العلم عجيبة، الورقات يصلح للمبتدئين، بينما البرهان هو احد الاصول والامهات الاساسية لكتب مدرسة الاصول الشافعية، فهي المعتمد وشرح العمد والبرهان والمستصفى، دول الاربع كتب
اللي انبنى عليهم مدرسة الإمام فخر الرازي ومدرسة الإمام الآملي. فشوف تأثير إمام الحرمين أبو المعالي الجويني عامل إزاي. طيب إذا انتقلنا إلى مجهوده في الفقه، فطبعا نهاية المذهب، نهاية المطلب في علم المذهب أو المسمى بالإمام إمام المذهب، لأنه جمع فيه بين مدارس المذهب المختلفة وبين وجوهه المختلفة، وبدأ في الترجيح ما بينها، فصار محور ارتكاز ووضعه في الأساس لشرح مختصر المزني، ولكن جمع فيه كل طرق المذهب وأقوال الإمام الشافعي ووجوه الأصحاب ورجح بينها. والحمد لله الكتاب مطبوع، وعمدة هذا الكتاب صار محور يدور حول مذهب الشافعية من بعده. ولهذا إذا أطلقوا قال الإمام أو في الإمام أو في المذهب الكبير يقصدون به هذا الكتاب. وأيضا الإمام الحرمين الجويني نستطيع أن نقول أنه المؤسس الثالث للمذهب الأشعري في علم العقيدة. المؤسس الأول لمذهب أهل السنة والجماعة الكلامي هو أبو الحسن الأشعري، هو الذي تحول بعقيدة أهل السنة والجماعة من صورة المسائل المنصورة إلى صورة المذهب الكلامي. ثم أتى المؤسس الثاني للمذهب وهو الإمام الباقلاني رحمه الله تعالى، ومعه ابن فورك، دول بيمثلوا الطبقة الثانية من المؤسسين لمذهب الكلامي لأهل السنة والجماعة. ويأتي بعدهم في الأهمية والتأسيس والوضع المذهب وإكماله الإمام الحرمين في كتبه الكلامية كالعقيدة النظامية والإرشاد، وله تأثير بالغ في تأسيس وتطوير، يعني يمثل طورا من أطوار المذهب الكلامي لأهل السنة والجماعة، والذي يشيع عند الجمهور أن يسمى بالمذهب الأشعري أو بالطريقة الأشعرية، وما هي إلا مذهب كلامي، المذهب الكلامي لأهل السنة والجماعة. فكما تروا أنه مجهوده، مجهود الإمام الحرمين جله قد انصرف إلى تحرير فقه الشافعية أصلا وفرعا، واعتقدهم أيضا كلاما، وحيثما وضع قلمه كما قلنا صار محورا يدور هذا العلم حول ما كتب. رضوان الله تعالى عليه ونفعنا الله به وبعلومه، آمين آمين آمين. بيقول في تعريفه إيه، هو أبو المعالي عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف، والشيخ أبي محمد الجويني هكذا يطلق عليه في كتب أصحابنا، أبي محمد الجويني والد أبي المعالي، أيضا من علماء الشافعية الكبار ومن أصحاب الوجوه فيها، وله مصنفات في المذهب رضوان الله تعالى عليه. يبقى الابن مشهور بالإمام في علم أصول الفقه، ومشهور بأبي المعالي، مشهور بالإمام في علم الفقه في الفروع، وفي علم أصول الفقه أو في علم الكلام يطلق عليه أبو المعالي الجويني أو إمام الحرمين. أما أبوه فيعرف بأبي محمد الجويني، وهو أيضا من أصحاب الوجوه وفقهاء المذهب الكبار. الجويني بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء، الجويني نسبة إلى جوين، وهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، يلقب رحمه الله بضياء الدين، ولد في المحرم من سنة 1400، وتوفي بقرية من أعمال نيسابور يقال لها بنشقال ليلة الأربعاء 25 من شهر ربيع الثاني سنة 78 400، وجاور بمكة والمدينة
أربع سنين يدرس العلم ويفتي، فلقب بإمام الحرمين وانتهت إليه رياسة العلم بنيسابور، وبنيت له المدرسة النظامية وله التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها، كما قلنا كنهاية المطلب في علم المذهب وكالبرهان في أصول الفقه، وله طبعا كتابه الشهير في السياسة الشرعية اللي هو التياس الايه، التياس الأمم، غياث الأمم في التياس الظلم، غياث اللي هو بيسموه الغياثي، غياث الأمم في التياس الظلم أو الغياثي، وهذا كتاب لا نظير له في السياسة الشرعية، في علم السياسة الشرعية. تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركاته، آمين آمين آمين. قال المصنف، أما نقول قال المصنف يبقى صاحب المتن، قال الشارح يبقى الشارح الحطاب، وكثير ما يقع في الكتب تلاقيهم يكتبوا صاد شي، صاد يبقى الشارح، صاد يبقى المصنف، صاد يبقى من المصنف، وشين يبقى ايه الشرح أو الشارح. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أصنف، هنا قدر الشارح كلمة أصنف مؤخرة، وناخد بالنا قوي من التقدير هنا أنه أوضع هذا التقدير: بسم الله الرحمن الرحيم أصنف، فقدره فعلا متأخرا خاصا. يبقى ثلاث حاجات اهو، من الممكن هو ايه اصنف بسم الله او ابتدئ بسم الله، يبقى كان ممكن يخليه متقدم، وكان ممكن يخليه عام مش خاص، يعني ابتدئ، ابتدئ اي حاجه، لا هو هنا خلاه ايه، ممكن كان يقول ايه ابتدائي او تصنيفي او بسم الله الرحمن الرحيم تصنيفي او بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي. القصه هنا ايه، انه بسم الله الرحمن الرحيم اولها حرف باء وهي باء الجر، ولا بد لها من متعلق تتعلق به، فالبسملة متعلقة بسبب حرف الجر بكلمة محذوفة، ونحن نبحث الآن في تقديرها. طيب تقديرها بقى هيبقى ايه، اما مقدم يعني قبل البسملة او مؤخر بعدها، فاما هنضع التقدير، وده بنسميه بقى هنا ايه حل اعرابه، هضع التقدير قدامها ولا بعدها، يعني هقول ابتدائي ولا ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، ولا هقول بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي او بسم الله الرحمن الرحيم ابتدئه. طيب يبقى دي اول حاجه، المتعلق، المتعلق الذي ستتعلق به البسمله مقدم او مؤخر، يبقى دي اول ايه، اول احتمال. ثاني احتمال اني اقدره فعلا فاقول ابتدئ مقدما او فعلا مؤخرا او اسما مقدما او اسما مؤخرا. طيب الاحتمال الثالث اني اقدره عام يعني ابتدائي وخلاص او ابتدئه، او خاص بالفعل اللي انا هبتدي فيه، فاقول بسم الله الرحمن الرحيم اصنف، او اصنف بسم الله الرحمن الرحيم، او اكل بسم الله الرحمن الرحيم، او بسم الله الرحمن الرحيم اكل. والمختار في تقدير متعلق البسملة ان تكون، ان يكون فعلا خاصا مؤخرا، فيبقى اقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم اصنف، وذلك لجعل البسمله هي الايه الابتداء الحقيقي، ويبقى التقدير بعدها، ولكي يفيد الايه القصر. طيب ادي ملخص اللي دايما بيجي ايه يقدروه في البسمله، اما مقدم او مؤخر، اسما او فعلا، خاصا بفعلك الذي تنوي البسملة له في ابتدائك به، او عاما في كل ايه ابتدئ او ابتداء. تعالوا بقى نقرا كلام الشارح بيقول ايه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم اصنف، وكذا ينبغي، كلام الشارح بقى بعد ان قدر اصنف، وكذا ينبغي ان يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل بسم الله الرحمن الرحيم آكل،
والقارئ بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فهو أولى من تقديري أبتدئ، يبقى إيه تقدير عام يعني فعل عام لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية، تلبس الفعل كله بالتسمية. وابتدئ لو أضطرها ابتدئ يعني فعل عام لا يفيد إلا تلبس ابتدائه فقط. وتقدير المتعلق متأخرا لأن المقصود الأهم البداءة بسم الله تعالى، فبدأنا بالأهم تحقيقا للابتداء باسمه تعالى ولإفادة الحصر، فإن تقديم المتعلق على المتعلق يفيد حصر المتعلق في المتعلق. ماشي، يفيد حصر المتعلق في المتعلق، فدي من اساليب الايه الحصر. تاني تعالوا نقراها تاني، بسم الله الرحمن الرحيم اصنف، وكذا ينبغي ان يجعل متعلق التسميه يعني الذي تتعلق به التسميه، فالتسميه متعلق بفعل مقدر مؤخر بعدها تقديره أصنف. وكذا ينبغي أن يجعل متعلق التسمية ما جعلت التسمية مبدأ له، فيقدر الآكل بسم الله آكل والقارئ بسم الله أقرأ، فهو أولى من تقدير أبتدئ لإفادته تلبس الفعل كله بالتسمية. وأبتدئ لا يفيد إلا تلبس ابتدائه. وتقدير المتعلق متأخرا لأن المقصود بعد البسملة، لأن المقصود الأهم البداءة بسم الله تعالى ولإفادة الحصر. وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء، ابتدى بقى هنا ايه، يبقى احنا كده ادي اول مسألة ودي ناخد بالنا منها كده، يبقى ادي ايه اول مسألة بيطرحها الشارح هنا، هي مسألة ايه، يبقى دي كده مسألة تقدير متعلق البسملة. طيب تاني مسألة بقى دليل الابتداء، ايه هو دليل الابتداء؟ لانه خدوا بالك انه لا ينبغي ان نفعل كمكلفين اي فعل الا بدليله، وان يكون هناك دليل على هذا الفعل. فهنا بيطرح في المسألة الثانية، وابتدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالقرآن العظيم، ادي اول دليل اهو اقتداء بالقرآن العظيم، لأن القرآن العظيم ابتدأ بسم الله الرحمن الرحيم كما في المصحف الشريف، ابتدأ الايه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وعملا الدليل الثاني بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطأ، رواه الخطيب يعني الخطيب البغدادي في كتابه الجامع بهذا اللفظ. طيب سؤال، الشارح هنا المصنف هنا قال ايه بسم الله الرحمن الرحيم هذه ورقاته، اين البسمله اين الحمدله، لم ايه لم يحمد الا، فانتقل لمساله ثالثه، ناخد بالنا بقى هنا بقت ايه مساله ثالثه واكتفى بالبسمله، لماذا؟ يبقى كانه هنا المساله الثالثه وجه الاكتفاء بالبسمله عن الحمدله. واكتفى بالبسملة عن الحمدلة لماذا؟ إما لأنه حمد الله بلسانه وذلك كاف في حصول المقصود بالحمدلة، لا يشترط أنه تبدأ بالحمدلة كتابة أو حتى تبدأ بالبسملة كتابة، إنما المهم أن تبدأ فعلك عند الكتابة، أي أكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم أكتب تتلفظ بالبسملة. ولهذا وقع في كثير من كتب المتقدمين ألا يوجد فيها لا بسملة ولا حمدلة، وإنما يأتون بذلك بألسنتهم عند تلبسهم بالفعل. واكتفى بالبسملة عن الحمدلة إما لأنه حميد بلسانه وذلك كاف في حصول إيه؟
فضل الايه الحمدان، او وجه اخر او جواب اخر، او لان المراد بالحمد معناه لغة وهو الثناء، والبسملة متضمنة لذلك، او لان المراد بالحمد ذكر الله وقد حصل بالبسملة. وفي رواية في مسند الامام احمد: كل امر ذي بال لا يفتح بذكر الله مطلقا. فحصل هذه الامتثال لهذا الامر بالبسملة، بذكر الله فهو ابطر، او قال اقطع على التردد. وقد ورد الحديث بروايات متعددة، قال الامام النووي وهو من الحفاظ وحكمه معتمد، وهو حديث حسن. فلما اكتفى بالبسملة عن الحمدلة قال: هذه رواقات، وشرع في التصنيف ومسائل الكتاب، وبدأ بطرة موجزة تناسب كتابه. وإلى هنا نكتفي في هذا اللقاء، وكما ذكرنا هيكون في كده ثلاث مسائل تناولها الشارح بعد المقدمة: المسألة الأولى في وجه تقدير متعلق البسملة، المسألة الثانية في دليل الابتداء بالبسملة، المسألة الثالثة في وجه الاكتفاء بالبسملة عن الحمدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداماتك كل ما ذكرك الذاكرون وبلغ عن وغفل عن ذكرك الغافلون. بلغ المجلس الأول 14 صفر 1440 من الهجرة، 23/10/2018 من ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.